ثقة للحكومة لكنها ستتعاطى بإيجابية معها لفترة معينة. لا ما في بالطبع، هنكون يعني مجاهدين لبعض الامور وما حنحط العصي بالدواليب، بدنا نشوف الاداء تبعهم وبناء على الاداء تبعهم بدنا نحكم عليهم، الاوضاع كثير كثير صعبه، واللي عايش بالمناطق بيعرف قد ايه صعوبه العيش صارت عندنا بالمناطق، نحن عم نحاول نعطيها فرصه، يعني مثل ما بقيه الدول بدها تعطيها فرصه للحكومه، نحن عم نحاول نعطيها فرصه معينه، بدنا نشوف كيف ادائها كمان حتى السياسي، ادائها حتى بكره ما تفوت بقصه كيديات وما كيديات، يعني في كثير امور بدنا نشوف كيف بدها الحكومه تتعاطى مع الملفات هيدي وساعتها بده يكون نحن حكمنا عليها. النائبة رولا الطبش قالت في تغريدة صحيح أن الدستور أكد على تخصيص جلسات العقد الثاني للبحث في الموازنة والتصويت عليها، إلا أن الخيار بين مناقشة موازنة لم تعدها الحكومة الحالية وبين غياب الموازنة لعدم مثول حكومة ممنوحة الثقة يشكل سابقة دستورية على المجلس أن يعالجها كي لا تفتح الباب أمام تعثرات دستورية أو مالية لاحقة. علق نائب نهاد المشنوق على ما تشهده شوارع العاصمة وكتب عبر تويتر قائلا: ازددنا قلقا على السنة بعدما رأيت شبيحة يهاجمون الجديد، وبعد أن خرج من بيننا بلطجية مع رفوف تبعية يعتدون على وسيلة إعلامية بعد نجاحهم الباهر أمام منزلي، الأرجح أنهم تدربوا على يد حماة مجلس الجنوب. وأختم تغريدته قائلا: الحمد لله أن الشهيد رفيق الحريري ليس بيننا حتى لا يرى ما يرتكب باسمه. البطريرك الراعي شدد على أن الحكومة أمام امتحان عسير ولبنان متصدع في مرتكزاته الأساسية في استقلاله وسيادته ووحدته الوطنية وفي دستوره وهويته وصياغته وتعدديته وقضائه الحر والمستقل وفي ديمقراطيته ونظامه الليبرالي الاقتصادي والمالي وفي دوره ورسالته في محيطه العربي. إن الحكومة الجديدة أمام امتحان عسير لكونها تواجه المخاطرة الصعبة باسم الشعب والشباب الفاقدي الثقة بعد خيبات أمل متتالية من السياسيين والمسؤولين، ومع ذلك يجب مساندة الحكومة ومساءلتها ومحاسبتها على نتائج أعمالها إذا كانت تلبي حاجات الشعب والشبيبة الحياتية. عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أكد أن الحكومة الجديدة هي حكومة العمل والإنقاذ وليست حكومة مواجهة. هي حكومة ستعمل على إنقاذ ما تبقى من المؤسسات واستنقاذ البلد من الانهيار، حكومة وقف انهيار العملة اللبنانية، حكومة تطمين المودعين بإمكانية استعادة أموالهم، وحكومة مواجهة الفاسدين. حزب الله نعم في طليعة الداعمين، ولكن هو في طليعة من يراقب ومن سيحاسب. لبنان ينتفض. في التحركات في الشارع أفدنا قبل قليل عن قطع أوتوستراد الجي باتجاه بيروت، وقفة أمام تمثال المغترب، واكبها الزميل مروان الأدو مباشرة. مروان؟ نعم دعاء، يعني نحن أصبحنا في هذه الأثناء بين ساحتي رياض الصلاح والشهداء، يعني هنا هدوء تام اليوم، استراحة الثوار اليوم، ليس هناك أي نوع من أنواع المظاهرات أو التحركات أو الاحتجاجات أو الاعتصامات أو الهتافات، الأوضاع هادئة جدا، هناك بعض المرة عدد من الثوار داخل خيامهم لا أكثر ولا أقل، ولكن عند الساعة الرابعة كانت هناك وقفة احتجاجية ووقفة تضامنية ما بين لبنان الحاضر ولبنان المغترب، حيث تداعى عدد من الثوار والمتظاهرين إلى أمام تمثال المغترب عند تقاطع صيف الفور، حيث يعني كان هناك شاشة عملاقة
تابعوا الثوار عبرها كل الوقفات الاحتجاجية والتضامنية التي يكون فيها الجسم الاغترابي الثوري اللبناني في مختلف عواصم العالم مع الانتفاضة ومع ثورة 17-20 ومع المطالب المحقة للثورة اللبنانية وخاصة الانتخابات النيابية المبكرة، وأيضا يطالبون باللاصقة لهذه الحكومة. طبعا كانت الحصة الأكبر للعاصمة الفرنسية باريس، حيث شاهد المتظاهرون والثوار لقطات من عدة مدن وعواصم خاصة أوروبية منها باريس ولندن. وعند الساعة 5 صد هذا الاعتصام، ومن الممكن أن يكون هناك يعني عند الساعة 10 أو 11 وقفة ثانية يعني تزامنا مع التوقيت في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. هنا عند ساحة رياض صلاح عدد من الفنانين ومن الثوار يقومون برسم بعض اللوحات على يعني الجدار الإسمنتي الذي وضع للفصل بين ساحة رياض الصلح ومداخل مجلس النواب، بالإضافة إلى الشعارات والمطالب التي تطالب فيها الثورة وخاصة الانتخابات النيابية المبكرة. وهناك شعار كبير كتب بأن الثقة فقدت في هذه الطبقة السياسية إن كان على المستوى الحكومي أو المستوى النيابي. هذا كل شيء، عودة إلى صوت الناس. رفع لبنانيون في 26 دولة حول العالم الصوت من أجل لبنان ودعما للثورة في وجه السلطة. من فرنسا يتحدث إلينا الصحفي كمال طرباي. يلتقي اللبنانيون في تجمعات من أجل التعبير عن مساندتهم للثورة 17-20، وبالتالي تبنيهم بالكامل لمطالب التي يرفعها الثوار، وبالتالي يقولون أيضا أنه حتى إذا حصلت هذه الحكومة على ثقة الغالبية في مجلس النواب فإنها ومنذ البداية خسرت ثقة الشعب، كما أنهم يعتبرون أيضا أن هذا المجلس النيابي الحالي هو مجلس مشكوك بشرعيته وبصحة تمثيله، باعتبار أن أيضا اللبنانيين انتزعوا الشرعية عن هذا المجلس من خلال مطالبتهم بإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وإلى التظاهرات التي جرت اليوم في كل من مدينتي صور والنبطية، شهدت صيدا بعد ظهر اليوم تظاهرة رفعت شعارات منددة بالسلطة. المزيد من التفاصيل مع رئيف الملاح. نعم دعاء، تحت شعار لا ثقة لحكومة المحافظة تشهد في هذه الأثناء مدينة صيدا تظاهرة حاشدة انطلقت من أمام شركة الكهرباء في منطقة عبر شرق مدينة صيدا باتجاه ساحة إليا، ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية واللافتات دعت لانتخابات نيابية مبكرة، ورددوا هتافات دعت لإسقاط الحكومة وضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامي والرئيس فؤاد السنيورة والمسؤولين في السلطة. صوت لبنان وقفت عند آراء المشاركين في التظاهرة. هو اليوم بالمبدأ أنه يعني صار في حكومة جديدة أكيد، لكن مسار هذه الحكومة نابع من قلب الشيء الموجود، وهي المشكلة اللي أساساً الثورة انطلقت من رفض هذا الموجود. هذه ملاحظتنا، نحن مش ملاحظتنا على شخص فلان أو شخص فلان، قد يكون أنه بيطلع من أمر بعض الأمور لأنه أساساً في ثورة وعم بتراقب، لأنه هن أساساً ما عادش يقدر يكونوا وقحين إلى هذه الدرجة. أكيد لا ثقة لحكومة ما اطلعت بشعبها ولا هن عم بفكروا بالشعب، إذا هن معتبرين أنه هول الأشخاص اللي جابوهن أصحاب اختصاصات أوكي ميبي، بس مش بهيدا الأسلوب. الواحد ما بيتطلع بشعبه، وأكبر دليل اللي صار امبارح بالبلد بالداونتاون لما حطوا هالجدار الإسمنتي وأنا كنت تحت وعم بتفرج عليهم. إلى الآن نحن ما في شيء بيطمننا، الآن الموازنة اللي رايحين لإقرارها هي موازنة من روح الورقة الإصلاحية، الخصخصة ومزيد من القروض. إلى الآن وزير المال ما عنده تطمينات بموضوع سعر صرف الدولار، يعني نحن رايحين على سيدر، رايحين على إملاءات البنك الدولي، رايحين على مزيد من الخصخصة وبيع القطاع العام، يعني نحن بعدنا بالوجوه، بعدنا بالمسار القديم ولكن بوجوه جديدة. إشارة إلى أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يتخذان إجراءات أمنية خلال أثير التظاهرة. هذا كل شيء من صيدا، كانت معكم رئيفة الملاح.
تعليقا على الحديث حول امتلاك الرئيس سعد الحريري 71 عقارا في لبنان، أوضح المكتب الإعلامي أن الرئيس الحريري لا يملك سوى عقار واحد هو بيت الوسط في بيروت. أضرم مجهولون النار في منزل المدير العام لوزارة الإعلام سابقا محمد عبيد في بلدته جبشيت النبطي، وقد حضرت إلى المنزل دورية من مخابرات الجيش من مكتب النبطي وعدد من الأهالي وعاينوا مع عبيد المنزل المتضرر. 40 النائب الأول لرئيس الكتائب بعد الفاصل. لبنان ينتفض. السرقات في لبنان تتفشى، فمن يحمي اللبنانيين منها؟ وأين الخطط الاستباقية للمعالجة؟ وماذا عن استعمال القوى المفرطة من قبل القوى الأمنية تجاه المتظاهرين؟ نقطع السطر يفتح الملف مع قائد الدرك السابق العميد صلاح جبران ومداخلات لرئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم ومعنيين. الاثنين بعد نشرة أخبار 8:15 مع نولي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. في 40 النائب الأول لرئيس الكتائب جوزيف أبو خليل الرئيس أمين لجميل يصف الراحل الكبير بحارس الهيكل. تراس الخوري. أربعون يوماً على غياب نائب رئيس حزب الكتائب جوزيف أبو خليل، وفي هذه المناسبة أقيم قداس وجناس في كنيسة مار نهرة فرن الشباك، حضره الرئيس أمين لجميل وعقيلته السيدة جويس، رئيس الكتائب النائب سامي لجميل وعقيلته السيدة كارين، الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان وأعضاء المكتب السياسي الكتائبي وعائلة الراحل. كاهن الرعية الأب ألان شرتوني قال في عظته: في بعض الأوقات يكون هناك رجل واحد بحجم الوطن، ولبنان بحاجة إلى رجال وطن بهذا المستوى. كتائب كحزب دافع عن الكنيسة وعن الوطن، مش هينة إنه نلاقي إنسان بحزب بحبوه بباقي الأحزاب، منا هينة. قديشو كان مشاع هيدا الزلمي، قديشو فعلا هو إنسان عم بفكر بالكنيسة وعم بفكر بالوطن. ما عم بحكي شعائر حزبية، المذبح بحكي عطول بكلام الرب، بس لما نمشي بالشعار اللي مآمن فيه الله والوطن والعائلة، فعلا هو شعار كل إنسان. حتى لو ما انتمى للكتائب، نحن علاقتنا بالله لازم تكون منيحة، بوطننا وبعائلتنا اللي هي أساس المجتمع. هذا الإنسان عرف عايش هالعلاقة مع ربنا عطول إلى آخر أيام حياته، بيقدس وبيجي، والعلاقة مع ربنا بتشوفه من سلامه للناس، من محبة الناس لإله، كمان لأنه كان يشوف ربنا بإخوة الناس. الرئيس أمين لجميل قال في كلمته إن جوزيف أبو خليل كان حارس الهيكل بكل الظروف، وكان روح الشباب، وكان جاهزا في كل الأوقات، وكان يعمل لبناء لبنان ولبناء الحزب. مختصر موقف جوزيف أبو خليل بحزب الكتاب كونه حارس الهيكل، حارس مكتب الشيخ بيير، حارس المسيرة، حارس كل النشاطات وكل المعاناه وكل التضحيات وكل المعارك. أساس المقاومة كان هو حجر الزاوية تبعها، أسس زرع، والحمد لله اليوم عم نقطف ثمار الزرع اللي زرعه جوزيف أبو خليل. والقيادة الجديدة مع الشيخ سامي مستمرة في هذا الخط، متشبعة من المدرسة اللي كان جوزيف أبو خليل من الأساتذة الأساسيين فيها. فنحن بهالظرف اللي عم نعيشه أنا ملء الثقة إنه اللي زرعه أبو خليل رح نقطف ثماره من خلال المسيرة اللي انطلقت فيها اليوم حزب الكتائب، اللي هو أساس الثورة القائمة اليوم بأفكارها وبنضالها. وفي الختام كانت كلمة لعائلة الفقيد ألقتها ابنة الفقيد، قالت فيها إن جوزيف أبو خليل كان رجلا كبيرا، وكان هدفه رؤية بلده محميا وبناء لبنان القوي الذي نحلم به جميعا.
تراز الخوري، صوت لبنان. كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن تفاصيل صفقة القرن، موضحة أنها تشمل إقامة دولة فلسطينية بلا جيش أو سيادة على مساحة 70% من الضفة الغربية، ويمكن أن تكون عاصمتها بلدة شعفاط شمالي شرقي القدس. وكشفت الصحيفة أن الصفقة ستشمل فترة تحضير مدتها 4 سنوات، انطلاقا من قناعة أمريكية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرفض تنفيذها، لكن ربما يقبلها خليفته. هدد الفلسطينيون بالانسحاب من اتفاقية أوسلو في حال الإعلان عن صفقة القرن، وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أن أي صفقة لن تمر من دون موافقة الشعب الفلسطيني. إلى ذلك، وفي سابقة أولى صدر قرار وقعه وزير الداخلية الإسرائيلي يسمح فيه للإسرائيليين بزيارة السعودية لأداء الشعائر الدينية من الحج والعمرة، وحتى لرحلة عمل محدودة تصل مدتها إلى 90 يوما. القرار مشروط بضرورة تلقي دعوة من مسؤول سعودي من دون انتظار أي إجراءات أخرى من قبل المملكة العربية السعودية. أعلن مكتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنه ألغى اليوم مظاهرات مناهضة لسفارة الولايات المتحدة في العراق لتجنب فتنة داخلية. وكان الصدر قد دعا في وقت سابق للمظاهرات في العاصمة بغداد ومدن أخرى. وأحصت مفوضية حقوق الإنسان العراقية سقوط 12 قتيلا و230 جريحا في صفوف المتظاهرين خلال يومين. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. الجو في اليومين المقبلين غائم إجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء. كان في هذه النشرة رئيس الكتائب. جلسة الموازنة غدا غير دستورية، ويرد على وزني ردكم يؤكد على بدء مسلسل التبرؤ من الموازنة والسياسة المالية. مبلشين منيح. بدهم حقيقة نخرج من هذه الأزمة بطريقة سلمية ومؤسساتية، ويرجع الشعب اللبناني يأمل ببلد أفضل. علينا نرد له القرار عبر تقصير ولاية مجلس النواب. لبنان ينتفض، صورة واحدة بين الخارج والداخل، وتظاهرات في صيدا وصور والنبطي. الراعي لبنان متصدع في مرتكزاته الأساسية. إن الحكومة الجديدة أمام امتحان عسير لكونها تواجه المخاطرات الصعبة. قداس وجناز في 40 أبو خليل، والرئيس أميل جميل يصفه بحارس الهيكل. قيادة جديدة مع الشيخ سامي مستمرة في هذا الخط، متشبعة من المدرسة اللي كان جوزيف أبو خليل من الأساتذة الأساسيين فيها. الفلسطينيون يهددون بالانسحاب من اتفاقية أوسلو في حال الإعلان عن صفقة القرن. من صوت لبنان قدمنا إليكم نشرة للأخبار. نستمع إلى إعادة لوقائع المؤتمر الصحفي لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. بكرة نحن مدعوين على جلسة لإقرار موازنة 2020. حبيت بهذه المناسبة أوضح